كرة أمامية لهجر، لكن التغطية ما من جانبي مسعد، والكرة طويلة وخطأ. يا سلام، يا يا خطأ من حارس المرمى محمد مسعد من بعيد، محمد مسعد من بعيد من بعيد. يا مصطفى العباد، مصطفى العباد خبرتك قليلة، مصطفى خبرتك قليلة يا مصطفى، عمره 21 سنة، هو حارس نادي القارة، نادي القارة في الأحساء، منتقل للهجر لكنه يخطي خطأ فادحا وسط هذه الأجواء الغير جيدة والغير صافية. لاحظ من المنتصف ضربت بأرضية الملعب وجاءت صعبة على حارس المرمى، وبالتالي لاحظ من خلف يعني من مسافة بعيدة، وهدف يسجل لمصلحة الأهلي.